السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في عدد اليوم من حصتكم ضحكة ولعبة. اليوم جبنا معنا أسئلة وكل عادة نزلنا للشارع ولح يلقى الأجوبة رح يربح جهاز من الأجهزة الكهرومنزلية اللي تهديهم شركة رايلان. تابعوا معنا. أعطيني ثلاث منتخبات يلعبوا في الناسيونال. المنتخب الوطني اللي يلعبوا هنا في كيما مولوديا. عندنا بون ملاحة، عندنا المولوديا وعندنا فريق القبائل، شباب القبائل. سيرتي بورتي ملاحة كيف بديت بها؟ ملاحة. نروحوا للسؤال الثاني، تفقه شوية في الدين؟ شوية. سؤال ثاني تاعك يقول شكون من الذي سيهدم الكعبة في آخر الزمان؟ يقال أنه الله أعلم قوم ماشي يأجوجهم. قوم تجاه. لا ماشي يأجوجهم. ماشي هاجوجهم. لا. كاين واحد رجل سيدنا موسى. بوم، الجواب هو ذو السويقتين، هو الذي سيهدم الكعبة في آخر الزمن. نروحوا للسؤال الثالث. أوكي، بصح لازم دير معايا تشالنج. صح. تشالنج تاعك يقول لازم تقول لي مرقت رقبه بقرتنا خير من مرقه رقبه بقرتنا. مرقت رقبتنا. مرقت رقبه بقرتنا خير من مرقت بقرتكم. رقبه بقرتكم. هذه تعبك لي. تعبك. السؤال الثالث تاعك يقول ما هو الاسم القديم للصين؟ لي الصين واش كانوا يقولوا لها سابقا؟ تشاينا، معروفة بتشاينا. الصين. لا سند. الهند والسند سي سا. الصين. نو هي كاثي. نو الله يحفظك. نو تانك يو. صحة. السؤال الأولاني تاعك يقول وشنو هو اليوم اللي يدخل فيه فصل الصيف؟ وشنو هو اليوم اللي يدخل فيه فصل؟ 15 مايو. لا فصل الصيف 21 جوان. نورمال وتنا على بالي بها ونسيها. معليش 21 جوان. نروحوا للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول لك من هو من اول من سل السيف في سبيل الاسلام؟ اول من سل السيف في سبيل الاسلام خالد بن الوليد. خالد بن الوليد. متاكد من جواب؟ اكد. هو الزبير بن العوام. الزبير بن العوام. نروحوا للسؤال الثالث. اوكي، بصح لازم تقول لي علاش كي حنا كلاكسونينا لكم انتم ما كلاكسونيتونا. كيفاش؟ علاش كي حنا كلاكسونينا لكم انتم ما كلاكسونيتونا؟ نعاود لك العباره هذه. علاه حنا كي كلاكسونينا لكم انتم ما كلاكسونيتونا؟ تراك مرودي عليا. من اول من حيى الرسول بتحيه الاسلام؟ اول من حيى الرسول بتحيه الاسلام. أبو الصديق. لا نزيد لك فرصة. زيد أعطيني زيدنا فرصة. روح أش كاتب؟ أعطيني واحد أخر. نزيد لنا أثمان بن عفان. لا هو أبو ذر الغفاري. بارك الله فيك. الله يحفظك. شكرا. صح. السؤال الأولاني تاعك يقول لك أعطيني ثلاث منتخبات أوروبية. أوروبية ثلاث منتخبات. إسبانيا، إيطاليا، فرنسا. بون. سؤال ثاني، من هو العالم الذي ابتكر كلمة الكهرباء؟ تيسلا. لا تيسلا. تيسلا. قلت لك واعر. تعرفه؟ تحت متلاقي به. تلاقيت به. ولا نروحوا للسؤال الثالث. راح الثالث. بون، هو ويليام جيلبرت. ويليام جيلبرت. صح. صح. لازم دوكا باش نروحوا للسؤال الثالث لازم تقول لي لحم الحمام. هذه اللي واعره تاع لحم الحمام. لحم الحمام. لحم الحمام حلال، لحم الاحمر حرام. صح. خلاص. السؤال الثالث تاعك يقول من هو النبي الذي كان يصوم يوم بيوم؟ داود. داود. الجواب تاعك صحيح. اعطي له كادو. بون، هذا ال ما يتقسمش كادو هذا. هذه ماشينه كافي تهديها لك شركه رايلان. بون، تخدم دير لك الاسبريسو ودير لك قهوه نورمال تعمرها. تفضل. اعطينا كلمه اخويا. صحه رمضانكم وصحه عيدكم كاع الشعب الجزائري
وكما نقولوا وفي فقرة النهار. صحتك.